وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نشهد اليوم خطوة تاريخية بفضل النظرة المسالمة لكل من البحرين والإمارات وإسرائيل لبث رسالة السلام إلى العالم، حيث ستتعاون هذه الدول في عدة مجالات وستعمل بشكل قوي وتنسق جهودها في العديد من القطاعات، كما سيفتح المسجد الأقصى أبوابه أمام المسلمين بكل سلام. نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ. منذ عقود من الاضطرابات في الشرق الأوسط نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث. نحن نأخذ خطوة ضخمة في اتجاه المستقبل. إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين ستتبادل السفارات، وكذلك ستتعاون وتعمل معا بشكل قوي، وكذلك ستنسق جهودها في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية والأمن، وستعمل معا كأصدقاء. وبطبيعة الحال هذا سيفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل، وكذلك أن يصلوا في المسجد الأقصى في القدس الذي يعد من بين الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين.